ان حكم وسائل التواصل الاجتماعي تقتضي سن التشريعات واتباع السياسات والاجراءات التي تضبط استخدامها، وينبغي ان تغطي حوكمه او منظومه الحوكمه ثلاث محاور في رايي. المحور الاول يهتم بضبط ابراز هويه المستخدم وعدم تركه مجهولا. المحور الثاني التدقيق في محتوى المنشور ذاته ومدى صحته وتماشيه مع ما يشترطه القانون من ضوابط وقواعد. والمحتوى الثالث او المحور الثالث يتعلق بالمسؤوليه القانونيه. حوكمه وسائل التواصل الاجتماعي لا تعني تقييد الحريه، بل هي اداه ضبط تجعل منها اداه ايجابيه لنشر ثقافه التواصل وحريه التعبير.